السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي اجتماعيات للصف الرابع الابتدائي. عندي حل أسئلة الفصل الرابع صفحة 47، راح نحلها. السؤال الأول: ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. أولا، سميت الكتابة القديمة بالكتابة المسمارية لأن حروفها تشبه ألف الكرة، باء المسمار، جيم الفرشاة. لا، الجواب الصحيح هي باء المسمار. ثانيا، يعد حمورابي أحد ملوك الحضارة البابلية لو السومرية لو الآشورية البابلية. جوابها النقطة ألف البابلية. ثلاثة، اشتهرت مدينة أور بالثور المجنح والمسلات والزقورة. الجواب الصحيح هو جيم الزقورة. رابعا، تسمى مدينة بغداد سابقا بالمدينة المدورة لو المثلثة لو المربعة. ألف المدورة. خامسا، أسس مدينة البصرة القائد العربي الإسلامي عتبة بن غزوان سنة 1051 هجرية، باء 14 هجرية، جيم 31 هجرية. الجواب الصحيح هو باء 14 هجرية. سادسا، الأسبوع الماضي هو 7 أيام القادمة لو الماضية لو الحالية الماضية. الجواب باء هو الماضية. السؤال الثاني: ضع كلمة صح أمام العبارات الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارات الغير الصحيحة. أولا، طبعا هو ما طالب صحح الخطأ، لكن أنا صححت خاطر يكون عندكم علم. أولا، تقع مدينة الحضر إلى شرق مدينة الموصل. خطأ، تقع جنوب غرب الموصل، مو شرق مدينة الموصل، جنوب غرب الموصل. ثانيا، نقشت على مسلة حمورابي عدد كبير من القوانين. صح. ثالثا، أصبحت الكوفة عاصمة الخلافة الراشدية في سنة 53 هجرية. خطأ، سنة 36 هجرية. رابعا، السنة الماضية هي 12 شهرا القادمة. خطأ، مو القادمة، الماضية. خامسا، تتراوح أيام الشهر القمري بين 30 إلى 31 يوما. خطأ، من 29 إلى 30 يوما. سادسا، تعد الجنائن المعلقة أحدى عجائب الدنيا 7. صح. هاي عيني حل أسئلة الفصل الرابع، وإن شاء الله التوفيق.